لم أتي إليكم اليوم إلا أن بعد أن قطع وعدا أكيدا معالي وزير المالية بأن الصرف سيبدأ على حد أعلى في الأسبوع الأول من شهر 4، وزيادة في التأكيد أكلف الأخ عضو يعني رئيس المجلس المحلي باختيار 20 شخصية إلى جانب المجلس المحلي لنكون سويا أمام دولة رئيس الوزراء وأمام وزير المالية لكي تسمعوا ما لم سنبدأ فعاليتنا السلمية دون قطع طريق معكم بدءا بي ونبدأ لقاءتنا. إذا لم يتم الصرف نبدأ لقاءتنا في مثل بعد شهر من اليوم في هذا المكان. تلك وعود قد قطعت وحان الوفاء بها. الحصبة اسم ما إن يسمعه الجميع تعود بهم الذاكرة إلى ما شهدت هذه المنطقة من صراعات خلفت آثارا سلبية دفعت ثمنها المواطنون من حياتهم وممتلكاتهم في حين ظلت الحكومة متفرجة على معاناتهم. نرشد الحكومة مثلا بالأخ أمين العاصمة عبد القادر الهلال أن ينفذ وعده لنا الذي وعدنا أنه في بداية شهر 14 إذا لم يتم صرف التعويض سوف ينزل ويخرج معنا إلى الشارع. مما اضطر بعض المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم وترميم منازلهم. ساكنوا حي الحصبة وصوفان ممن تأثرت منازلهم بالكامل أبدوا استياءهم من الوعود التي تطلقها الجهات المعنية بصرف تعويضاتهم محملين وزارة المالية المسؤولية في مماطلتهم. ما بش وعود كذابة كلها، حتى أمين العاصمة أظن أنه يحط نفسه في أماكن محرجة ما له أي كلمة. الأمور كلها بيد وزير المالية، هو الذي مصيرنا بيده يعني. معاناة أخرى بطلها كفاح مواطن أعاد ترميم منزله بنفسه بما يمكنه من السكن فيه وأسرته هروبا من نار الإيجارات التي تكبدها لعامين في مل آخر تساءل عن أسباب إصدار وعود لم تنفذ. جهال يجلسوا سنتين في بيوت الناس متنكلين من بيت إلى بيت، فصرت حملت يوم وبعد ما بعت معي وأصلحت بعض الأضرار التي تغطي ستر الأولاد. أوعدونا علشان الكهرباء أنه مسموح، أوعدونا التلفون قالوا مسموحين، أوعدونا المياه قالوا مسموحين، ولا معنا إلا الخراب والدمار، التعويضات ولا وصلت، فين التعويضات حقهم؟ طفنا بأرجاء الحي الذي كان يعد من أرقى الأحياء الشعبية في العاصمة، فوجدنا تمثالا لساعة خربته أيادي العبث دون أي ذنب اكترفه، ووجدنا سوقا أصبح خاليا حتى من المارة، ومنارة أصابتها قذائف الاستخفاف البشرية وحب النفوذ والتسلط. فيما بعض المباني الحكومية قد بدأ العمل في ترميمها والأمل يحدو المواطنين النظر إليهم وترميم منازلهم. جبر الضرر لكل من لحق به أذى جراء الأحداث التي شهدها اليمن بمن فيها أحداث أزمة 2011، أحد أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي انتهت أعماله في حين لم تبدأ تنفيذ أعمال مخرجاته على أرض الواقع لتهدئة الاحتقان الشعبي. يحل هدي اليمن اليوم صنعاء. خرج العشرات من اليمنيين